في المران، وطبعا ده الطبيعي وده الصح جدا. النهارده اعتقد ان كان في بقى مران مطول شويه، شرح فيه فايلر كل الحاجات الفنيه اللي عايز يشرحها ويحفظها للاعبين قبل السفر بكره الى بولاوايو. ده تدريب النهارده، تمام. دي يعني بعض لقطات من مران اليوم امام حضراتكم قبل السفر بكره ان شاء الله. النجم وليد ازاري جونيور اجاييه، هطمنكم على مروان محسن، هطمنكم على اللعيبه اللي يعني لسه فيهم كلام. احمد الشيخ هو العريس الجديد اللي ما لحقش يعني، يا عيني لسه يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم تاني يوم كان في سفر. دي الكوره ودي طبيعتها. ايمن اشرف نجم الكبير، مجدي قفشه، يعني شوفوا بقى حضراتكم وتابعوا وانا اقول لكم الاخبار. استاذ ابراهيم الكفراوي بيعقد جلسات مستمره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي للاطمئنان على ترتيبات البعثه. ده طبيعي جدا من كل اعضاء مجلس اداره المكلفين برئاسه البعثات الخارجيه للنادي الاهلي، دايما بيكون شغلهم الشاغل الاطمئنان على كل ما يدور في المعسكر. عشان كده استاذ ابراهيم الكفراوي دايما في اجتماعات مستمره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ للاطمئنان على سير البعثة، ولو في أي مشاكل يحلها بسرعة، أي عقبات، يعني كله تمام الحمد لله. اطمأن من خلال الاجتماعات إن الأمور بتسير بشكل جيد جدا مثل ما هو مخطط لها تماما، وأن الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد قبل هذا اللقاء الهام جدا، لقاء بلاتينيوم في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت إن شاء الله. تدريبات قوية للشناوي وعلي لطفي، تدريبات قوية جدا للحراس، ده الخبر اللي عندي. يانكو مدرب الحراس خاض تدريبات قوية مع الشناوي وعلي لطفي حارسة النادي الأهلي. كرامي زي ما انتم عارفين عنده إجهاد، إن شاء الله يطلع منه على خير. فايلر كان مركز في التدريب بخلاف الفنيات، لكن كان مركز على العرضيات. العرضيات حل من حلول كرة القدم، بنشوف لما يكون في تكتل بيكون في عندك حلول العرضيات عشان اللي بيلعب بدماغه كويس قوي، او الشوتينج من بره ال 18 زي ما شفنا عندنا اللعيبه اللي بتجيد اللعب بدماغها زي مروان محسن اللي قدام حضراتكم. الحمد لله احنا شفناه واطمنا عليه، لسه نتاكد كمان. والنجم وليد ازارو ايضا كل ما شاء الله، جونيور اجاييه السليه لما بيكمل بيلعب بدماغه، وقفشه ممكن يلعب بدماغه، شفناها برده المباراه اللي فاتت لكن ضيع الكوره، معلش ان شاء الله يجيبها اللقاء القادم. عشان كده فايلر بيركز على كل الحلول استعدادا لاي موقف ممكن يقابله في المباراه. مش عارف يخترق من العمق، هيبقى سلاحه الاختراق من الاطراف، هيبقى سلاحه الكروسات، ايا كان الدنيا فيها ايه. ده حديث مش عارف كان مين من الحراس اللي قاعد او مين اللي بيتكلمه، اعتقد ان هو كان شريف اكرامي. في ختام المران كان في تقسيمه بين اللاعبين واللي اكد عليها فايلر على شكل اللعب اللي يكون موجود في ماتش بلاتينيوم، وده الطبيعي في ختام اي لقاء او اي تدريب، اسف، ان بيكون في تقسيمه فنيه. بتكون تقسيمه فنيه يعني يبقى فيها اريحيه للاعبين، وبتكون حاجة اسمها تقسيمة مشروطة اللي هو بيطبق فيها اللعب اللي هو عايزه، هيلعب من على الأطراف، هيلعب من العمق، بيوجه اللاعبين في التقسيمة للعب الشكل التكتيك اللي هو عايزه. أعتقد إن هو عمل كده. أحمد فتحي، وليد سليمان، عمر السلية، نجوم كبيرة جدا جدا في النادي الأهلي. اختبار طبي زي ما قلت لحضراتكم، الحمد لله إحنا اطمنا على مروان في التدريبات، كان قدام حضراتكم من شوية، ده طبعا نجم فايلر اللي اقنع الكل ما شاء الله، يعني يا رب دايما كده. اختبار طبي لمروان ان شاء الله عشان يشوفوا خلاص بشكل نهائي هل هيكون في امكانيه للعب هذه المباراه ولا الموضوع هيبقى صعب. احنا شفناه في التمرين لكن ما كانش فيه تمرين كوره. ده اكرامي هو اللي قلت لحضراتكم عنده اجهاد في السمانه وخاض تدريبات استشفائيه وعلاجيه منفردا. شايفينه لابسين اهو، يعني مش لابس جزمه كوره. ان شاء الله يعني ترجع بسرعه جدا يا شريف. كل نجومنا بيوحشونا لما بيغيبوا حتى يوم واحد بس، احنا عايزينهم كلهم في الفورمه، واللي يطلع بقى يطلع واللي يدخل يدخل، المهم يكونوا الحمد لله كلهم سالمين. ديانج قدام حضراتكم، الحمد لله يعني كل اللعيبه ما شاء الله ما شاء الله موجوده.
طيب هيكون معانا فاروق صلاح ان شاء الله، هيكون معانا لايف ان شاء الله عشان يطمننا، مش عن التليفون، عشان يطمنكم كمان صوت وصوره على معسكر النادي الاهلي لاستعدادا لهذه المباراه الهامه جدا 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 امام بلاتينيوم الزيمبابوي.